اهلا بيكم طلاب بريب 1، واهلا بيكم برضو في مرحلة اعدادي. عاملين ايه؟ نتمنى ان المنهج الساينس يبقى منهج سهل معانا ويبقى بسيط، ومستنيين اي حاجة مش فاهمينها تبعتوها لنا، ودايما عايزين تتابعوا معانا اول باول الدروس وتحلوا عليها، وتبعتوا لنا اي حاجة مش فاهمينها عشان الساينس يفضل مادة سهلة ومادة جميلة زي ما هو. اول ليسون معانا بيتكلم عن ايه؟ الليسون الاولاني بيتكلم عن الماتر اند اتس كاركترز، بيتكلم عن الماتر. الماتر سمعناها قبل كده؟ ايوه، عرفنا ان الماتر في برايمري 4 اتس اني ثينج ذات هاز ماس اند فوليوم، هو اي حاجه عندها ماس وعندها فوليوم. يعني ايه ماس ويعني ايه فوليوم؟ الماس اتس ذا اماونت اوف ماتر ذات ذا بودي كونتين، amount of matter كمية المطر. زي ايه؟ لما بنروح كده السوبر ماركت، لما بنروح السوق ونشتري كيلو من الحاجة، نشتري نص، هي فيها قد ايه من المطر؟ فيها قد ايه؟ يبقى دي الماس. والفوليوم it's the space that's occupied by the body، يبقى هو السبيس اللي البادي دوت واخده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي ترابيزة كده، الترابيزة دي حطيت عليها علبة، هي مش العلبة ديت خدت مكان، يعني انا اقدر اجيب حاجة احطها في نفس المكان اللي فيه العلبة؟ لا طبعا، يبقى هي خدت فوليوم، خدت مساحة معينة من السبيس اللي حوالينا، خدت مساحة او خدت حاجة معينة من السبيس او من السبيس اللي حوالينا. يبقى الماتر anything that has mass and volume، أي حاجة عندها mass and volume مهما كانت الحاجة ديت ايه، لو كانت جاز، لو كانت solid، لو كانت liquid، طالما خدت مكان يبقى هي matter. الماس اليونتس بتاعته جرام and كيلوجرام، الفوليوم كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك متر or لتر. يبقى كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك متر or لتر، نحفظهم كويس قوي عشان هنرجع لهم كمان شوية تاني. نيجي المتر بتاعتنا نبتدي نوصفها، نبتدي نعرف البروبرتيز بتاعتها. يعني انا مثلا اي حد هاجي يجي قدامي هبتدي اوصفه، لو هو ولد هقول شعره قصير مثلا، لابس بنص كم، هقول شكله عينه شكلها كذا ودانه شكلها كذا، ابتدي اوصف البروبرتيز بتاعته. من ضمن البروبرتيز ممكن اوصف هل الشخص اللي قدامي ده ذكي ولا لا، هل هو نسبة ذكائه عالية ولا هو مبدع في ايه بالظبط. طب في حاجة، هل إبداعه هقدر أشوفه غير لما أبتدي أختبره الأول؟ لا، ففي حاجات أنا بقدر إن أنا أشوفها بعناية، وحاجات لازم أعمل لها رياكشن، أو لازم إن أنا أحطها في كونديشن معينة أو في طقوس أو في حاجة معينة عشان تبتدي تظهر. طب البروبرتيز اللي عندي، عندي نوعين، عندي فيزيكال بروبرتيز وعندي كيميكال بروبرتيز. يبقى عندي فيزيكال وعندي كيميكال، الفرق ما بينهم ايه؟ او تعالوا دلوقتي نعرف يعني ايه الفيزيكال وايه الكيميكال. الفيزيكال حاجات انا اقدر ان انا يعني الاحظها، حاجات بكونديشنز بسيطة اقدر الاحظ ايه الحاجات دي، ايه البروبرتيز ديت، وهبتدي فرق ما بين كل متر والتانية. اول بروبرتي عندنا color taste and smell، يبقى احنا كده عندنا الفيزيكال هما السيفن دول، color taste and smell، thermal conduction، electric conduction، hardness، boiling point، melting point، density. ليه خلينا density ديت في الاخر؟ طبعا اننا احنا هي number 2، density دي يعتبر الحاجة الجديدة علينا، هي يعتبر شرح الليسون كله. كل دول سهلين، يبقى كل دول سهلين، مين الجديدة؟ الدنستي. طب ايه الفرق بقى ما بينهم كلهم؟ تعالوا نعرف دلوقتي. اول حاجة color taste smell، color taste and smell. انا اي مطر مش هفرق ما بينها وما بين مطر تانية بالكلر او بالتيست او بالسميل كلهم سوا على حسب. يعني انا عندي دلوقتي السيلفر والجولد، الرينج اللي عندنا الخواتم، انا يا اما عندي خاتم سيلفر يا اما خاتم جولد، اقدر افرق ما بينهم مجرد ما ابص، ما اقدرش ان انا ادوقه، ادوقه ملهوش طعم او ملهوش طعم مميز ما بين السيلفر والجولد. السميل بتاعته، هو السيلفر ملهوش ريحة مختلفة عن الجولد. يبقى انا اول بروبرتيز عندي الكالر، الكالر اقدر افرق ما بين الايرن، افرق ما بين اي حاجتين، ما يدوبك الالوان بتاعتهم مختلفة. طب لو انا جبت بقى الشوجر والتيبل سولت، هتقولي لي دلوقتي في فرق؟ لا، احنا عندنا ممكن سكر ناعم وممكن ملح ناعم،
ممكن سكر خشن وممكن ملح خشن، فانا كده لخبطت نفسي. يبقى انا الشوجر والتيبل سولت افرق ما بينهم بالتيست، هو مش الشوجر ماتر والتيبل سولت ماتر، كل واحد ليهم ليه تيست معينه. يبقى انا اول بروبرتي الكالر، طب انا ساعات الكالر ما بيظبطش معايا، مع انهم هما الاثنين دول ليهم كالر، الشوجر والتيبل سولت ليهم كالر، ليهم لون معين بس نفس اللون. يبقى انا ايه، لا استبعد دوت، هشوف بروبرتي التانية اقدر افرق ما بين الماتر والتانية. طيب التالت واحده معانا السميل. السميل اقدر افرق ما بين الفينجر مثلا البرفيوم، اقدر افرق ما بين الووتر والالكحول. احنا طبعا بعد كورونا كلنا عندنا في البيت كحول، وممكن ازازه الالكحول بتاعتنا شبه الميه، فانا بعمل ايه، انا مجرد ما بفتح الازازه انا بلاقي فيه ريحه للكحول غير ريحه الميه، فببتدي اعرف افرق ما بينهم. ليه؟ لان الاتنين عندهم نفس الكالر التيست، انا ما ينفعش ان انا ادوق الالكحول، ما ينفعش ان انا ادوقه، في حاجات ما ينفعش ان انا ادوقها، يبقى هبتدي افرق ما بينهم بايه، بالسمل. يبقى انا اول بروبرتي بفرق ما بين المطر والتانية الكالر اور تيست اور سميل، يا كالر يا تيست يا سميل. طيب تاني حاجة الدنستي، تاني حاجة الدنستي، الدنستي دي هنسيبها للاخر، شايفين طويلة ازاي، بس سهلة ان شاء الله، هنسيبها للاخر نشوف الباقي. تالت حاجه معانا ميلتنج بوينت، ميلتنج بوينت لو نفتكر خدنا قبل كده عندنا الماتر سوليد ليكويد جاز، يبقى الماتر عباره عن يا اما سوليد ستيت يا اما ليكويد ستيت يا اما جاز، وعندنا ان السوليد ممكن يتحول لليكويد، يعني لو انا عندي كيوب اوف ايس عندي تلج ممكن احوله من سوليد لليكويد، او ممكن اعمل ايه تاني، احوله من ليكويد لجاز بايه، بحولهم بالهيت، يعني انا مكعب التلج عمره ما هيسيح طول ما هو بعيد عن الهيت. هتقولي لي طب ما انا لو حطيته بره التلاجة هيسيح، بسيطة يعني، لا ما هو اكتسب هيت، هو الجو بتاعي فيه هيت، احنا لو دخلنا المطبخ شوية هنبتدي احنا شخصيا نسيح بسبب الهيت، يبقى هو بره التلاجة فيه هيت برضو، مجرد ما يبقى فيه هيت نتحول الستيت بتاعتي من ستيت لستيت تانية، من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز، اي حاجة والسلامة. لا طيب انا دلوقتي لو حطيت كيوب اوف ايس وحطيت كيوب اوف ايرن، مكعب تلج ومكعب حديد، وحطيتهم بره التلاجة في الهيت العادية بتاعت الجو بتاعتنا مثلا اللي هي احيانا في الصيف نقول 13 او احيانا 20 مثلا، ايه اللي هيحصل؟ الكيوب اوف ايس هيسيح، هيتحول من سوليد لليكويد. طب الكيوب اوف ايرن مش هيسيح، طب ازاي؟ طب احنا عايزين، احنا قلنا دلوقتي ان اي سوليد ممكن نحوله لليكويد، طب ما انا عندي الايرن ده ما شاء الله سوليد حلو قوي، لا انا الايرن ده بيحتاج تمبريتشر اعلى من 13 دي بكتير، محتاج تمبريتشر اعلى منها بكتير. يبقى كل ماتر بتحتاج تمبريتشر معينة عشان تبتدي تتشينج فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت، يبقى محتاجة تمبريتشر معينة، ومحتاجة تمبريتشر تانية عشان تتحول من ليكويد لجاز، فروم ليكويد تو جاز. يبقى احنا ايه هي التمبريتشر اللي بيبتدي الماتر تتحول من سوليد لليكويد، اللي هي الميلتنج بوينت، ميلتنج بوينت. يبقى ايه هي الميلتنج بوينت؟ الميلتنج بوينت ديت it's the temperature at which matter begins to change from solid state to liquid state. يبقى هيحصل ايه، هي دي التمبريتشر اللي بتبتدي الماتر تتحول او تتشينج from solid to liquid زي مثلا عندي الووتر الاول الكيوب اوف ايس بيبتدي يحصل له تشينج عند 0 سليزيوس ديجري، 0 سليزيوس. طيب طب ما احنا قلنا من الليكويد بقى الجاز نفس الشرح، بس هنشيل ميلتنج بوينت وهنحط بويلنج بوينت، هنشيل الميلتنج بوينت وهنحط بويلنج بوينت. يبقى انا اللي بيبتدي تشينج من فروم سوليد تو ليكويد ده الميلتنج بوينت، طيب وفروم ليكويد تو جاز ده البويلنج بوينت، يبقى ميلتنج بوينت اند بويلنج بوينت. يبقى هو boiling point temperature at which matter begin change from liquid state to gas state.
طيب الاكزامبلز اللي عندي، انا عندي حاجات ليها لو ميلتنج بوينت، بتحتاج ميلتنج بوينت قليله جدا، زي الواكس، باتر، الايس، محتاجين ميلتنج بوينت قليله. انما اللي محتاجه سبستان تو هاف هاي ميلتنج بوينت، عندها هاي ميلتنج بوينت، النقطه او التمبريتشر اللي هي بتبتدي تتحول منها، الايرون، الكوبر، الومنيوم، التيبل سولت. طيب البويلنج بوينت، البويلنج بوينت اوف ووتر عندها 100 سيلسيوس ديجري، 100 سيلسيوس ديجري، دوت البويلنج بوينت، دوت البويلنج بوينت اوف ووتر. يبقى انا عندي الووتر، الووتر عند زيرو تبتدي تتحول من سوليد لليكويد، وعند 100 تبتدي تتحول من ليكويد لجاز. حلو كده. طب يلا نكمل. هاردنس، هاردنس يعني ايه هاردنس؟ الهاردنس هل السبستانت اللي معايا ده سوفت زي الرابر، تكلف شعر البنات، سوفت، عندي رابر، عندي المطاط، الاستك اللي بينربط بيه الفلوس والحاجه، الحاجه دي اصلا سوفت، حطها في اي حته هي سوفت، او become soft، become soft زي الميتال، انا عشان الكرسي، عشان الترابيزه، عشان الحاجه الميتال تبتدي تتشكل، انا ببتدي اسخنها قوي 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 قبل ما تسيح، تبتدي تبقى soft معايا، طريه اقدر ان انا اشكلها. طب تعالى بقى سخن فحم، سخن فحم هيتحول لتراب، مش هيبقى soft مثلا ونقدر نشكله، لا هو بيتكسر مش بيتشكل، يبقى can't be softened by heating، can't be softened by heating. يبقى انا عندي السبستانس افرق ما بينه خامس حاجه، يا اما soft، يا اما become soft by heat، يا اما can't be softened. طيب الالكتريك كوندكشن، يبقى سادس حاجه الكتريك كوندكشن، ودي خدناها قبل كده، يا اما الماتر دي allow electricity to flow، يا اما don't allow electricity to flow، يا اما بتخلي الالكتريسيتي تعدي وبتكهرب، يا اما بتخلي الالكتريسيتي ما تعديش. زي ايه؟ واحنا عارفين الايرن، السيلفر، الكوبر، الالومنيوم، الحاجات دي كلها لو انا حطيتها في فيشه الكهرباء هتكهرب، هتوصل لي كهرباء. طيب الدون فقلاو احنا خدنا زي ايه؟ زي الود والبلاستيك والفوسفورس والسلفر. طيب ايه بقى الجديد؟ يعني اكيد مش هنسيبكم في حالكم، اكيد هنجيب حاجه جديده. الجديد بقى عندي الجود كوندكتور، في بعض السوليوشن، بعض السوليوشن زي ايه؟ الاسيديك سوليوشن، الاسيديك سوليوشن، والالكالاين سوليوشن، وسام سولت سوليوشن. يبقى سولت سوليوشن، اسيد سوليوشن، الكالاين سوليوشن، سولت، اسيد، الكالاين، سولت، اسيد، الكالاين. التلاتة دول لو انا جبت اسيد هيوصل لي كهرباء، جبت سولت هيوصل لي كهرباء، جبت الكالاين هيوصل لي الالكتريستي. طيب الباد كوندكتور عندنا في السوليوشن ايه؟ السوليوشن اوف هيدروجين كلورايد ان بنزين، هنجيب ماده اسمها هيدروجين كلورايد هنحطها في بنزين، مش هتوصل لي باد كوندكتور، باد كوندكتور اوف الكتريستي، باد كوندكتور اوف الكتريستي. طيب ايه تاني؟ الشوجري سوليوشن، الشوجري سوليوشن، يبقى السولت سوليوشن جود، الشوجري سوليوشن باد. طب شايفين ديت الغاز، gases bad conductor of electricity، عارفين الغاز لو good conductor هيحصل مشكلة كبيرة. ايه المشكلة؟ انت دلوقتي قاعد بتسمع الحصة، جنبك فيشة، جنبك مشترك، جنبك اي حاجة، هي لو وحواليك غاز، هي لو good conductor الكهرباء اللي في الفيشة هتبتدي توصل لك وانت قاعد مكانك، فالغاز اللي حوالينا bad conductor of electricity، bad conductor of electricity. طيب ايه تاني؟ زي مثلا عندنا اهو الوايرز، الكابل بتبتدي الجزء اللي جوه كود كوندكتور عشان تو الاو ذا الكتريستي تو باث، والجزء اللي بره بيبقى بلاستيك عشان يبقى باد كوندكتور اوف الكتريستي، لما امسكه ما تكهربش. سابع حاجه ثيرمال كوندكشن، ثيرمال كوندكشن، ثيرمال كوندكشن انا بقى مش الالكتريستي اللي بتعدي، الهيت اللي بتعدي، الهيت اللي بتعدي، يبقى كود كوندكتور اوف هيت زي الميتالز، ايرون، كوبر، الومنيوم، الباد كوندكتور اوف هيت اللي هي سبستانس دونت الاو هيت تو باث زي الوود اند بلاستيك. يبقى دول السيفن فيزيكال كاركترز، سيفن فيزيكال كاركترز،
فاضل ايه ما قلناهاش؟ الدينستي. يبقى احنا قلنا كل دول، قلنا color, taste and smell، قلنا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت وفرقنا ما بينهم، الهاردنس وما ننساش الهاردنس، دايما الناس بتوقع الهاردنس، والالكتريك كوندكشن والثيرمال كوندكشن. طب الدينستي بقى، تعالوا كده نتفرج مع بعض فيديو صغير كنا منزلينه في الاجازه. فاكرين التجربه ديت؟ هنقول مع بعض دلوقتي التفسير بتاع التجربه. بيضه فيهم كانت عايمه، بيضات، وتجربه البيضه العائمه ما صحيحه. هنقول مع بعض دلوقتي بيضة فيهم كانت عايمة زي ما احنا شايفين، وبيضة تانية تحت المية. ايه الفرق ما بينهم؟ تفسير ايه؟ ساعتها قلنا التفسير ان البيضة التانية، البيضة الاولانية زي ما احنا شايفين غصت لتحت، الملح دوت. دلوقتي بقى الخطوة التانية اللي احنا ما عرضناهوش، احمد حط ملح، جبنا حطينا ملح او كمية من الملح في الكوباية التانية، وبعدين قلبناهم كويس جدا عشان الملح يبتدي يدوب في الميه. عملنا المية. ايه؟ مسكنا البيضه الثانيه وحطيناها في الكوبايه. لاحظنا ايه دلوقتي؟ بالظبط كده، البيضه ابتدت ان هي تعوم او تطفو على وش الميه، مفيش اغاثه لتحت. وده يوضح لنا ويفسر لنا ان الملح زود لي الكثافه بتاعت الميه، عمل لها كثافه اعلى، فبالتالي البيضه خفت وطلعت لفوق تدوب في الميه. تعالوا كده مع بعض نشوف الدينستي. الدينستي it's a mass of unit volume of substance، mass of unit volume of substance او mass of one cubic centimeter of substance. يبقى mass of unit of substance او mass of unit cubic centimeter. يعني الدينستي عبارة عن mass over volume، mass divide volume، mass divide volume. يعني انا هنا مديني الاكزامبل، لو انا عندي، بص مش ده الفوليوم، ده هو الفوليوم، انا بقول الفوليوم مش الماس. الفوليوم هو بتاع الود، هو بتاع الايرن، بس بصوا الماس مختلفة، الماس مختلفة. طب انا عشان احط اخلي دول مثلا الماس بتاعتهم توصل لزي ده، يبقى هزود احط مثلا كيوب تانية اكبر، يبقى انا كده غيرت الفوليوم. يبقى انا الماس والفوليوم الريش بتاعتهم دايما ثابته، الريش بتاعتهم دايما ثابته. يعني انا لما اجيب فوليوم لو زودته هزود ماس، لو نقصته هغير في الماس. انا عشان ازود الفوليوم لازم اغير في الماس، عشان اغير في الماس لازم اغير في الفوليوم. يبقى انا الدينستي عباره عن ماس اند فوليوم، ماس اند فوليوم. يبقى انا عايز اجيب الدينستي بتاعت اي حاجة، دينستي بتاعت اي حاجة اشوف الماس بتاعتها بكام واعمل لها ديفايد مع الفوليوم بتاعها، يبقى ماس ديفايد فوليوم. يبقى انا كده عرفت الدينستي بتاعتي. في حاجة مهمة، ان الدينستي اوف ووتر دايما بوان، دايما بايه؟ بوان. طب تعالوا كده، في حاجة مهمة، ايه هو المهم؟ ننظف البورد بتاعتنا. لو انا كده كتبت ارقام 1 دي 1 دي 2 5 مثلا، قولوا لي ايه هي الارقام دي؟ يلا 5 ثواني كل واحد يفكر. خلصنا؟ حد عرف؟ الفنا الحمد لله. في اللي الف وفي اللي قال ما اعرفش، في اللي الف قال اي حاجه. لو انا كده رحت كاتبه كيلو جرام، رحت كاتبة سنتيمتر، ورحت كاتبة مثلا لتر، يبقى انا عرفت دي حاجة ماشي الماس بتاعتها 1 كيلو جرام، ودي حاجة اللينث بتاعها 2 سنتيمتر، ودي حاجة ب 5 لتر الماس بتاعتها 5 لتر. طيب حلو الدينستي. طب انا دلوقتي في ارقام الدينستي، يعني انا قلنا، احنا قلنا قلنا فاكرين في الاول، بصوا معلمين اهو، قلنا ان الماس جرام اور كيلو جرام. يعني انا لو جالي رقم وجنبيه جرام يبقى دي ماس، جنبيه كيلو جرام يبقى ده ماس برضو. طب الفوليوم، انا لو جالي رقم كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك متر، كيوبيك لتر، لتر
لو كيوبيك سوري يبقى كيوبيك سنتيمتر كيوبيك متر اور لتر، كل دول هعرف انه فوليوم. طب انا بقى لو جالي رقم من ازاي هعرف انه هو الدنستي؟ ازاي هعرف انه الدنستي؟ احنا قلنا الدنستي ايكوال ماس وفوليوم. طب تعالوا كده تعالوا نشوف اليونتس بتاعتنا. الماس قلنا بالجرام، حولها اليونتس عشان عايز اجيب اليونت. الفوليوم كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك سنتيمتر، يبقى انا الدنستي اليونت بتاعتها جرام بير كيوبيك سنتيمتر، جرام بير كيوبيك سنتيمتر. حلو، حد تاني انا سامعاه بيتريق وبيقول او بيسأل ويقول طب ما انا الماس بتاعتي ممكن تطلع لي بالكيلو جرام، احولها؟ احولها دي بقى كارثة. ليه؟ لان انا لو هي بالكيلو جرام انا ممكن اعمل ان الدينستي كيلو جرام بير كيوبيك سنتيمتر، عادي جدا يعني ما تحولش، ما تحولش حاجة. طب لو هو بالمتر كيوبيك متر يبقى كيلو جرام بير كيوبيك متر. طب لو هو كيلو جرام جرام على سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر، على حسب ما هو يديك. طب انا ممكن المسألة بتاعتي، تعالوا كده نشوف المسألة دي. طبعا كل ده المفروض نحله، واللي انتم مش فاهمينه ابعتوه. بصوا بقى، انا عندي the density of copper is 8.8 جرام كيوبيك سنتيمتر. حلو، يبقى هو مديني الدنستي، يا اما عايز ماس يا اما عايز فوليوم، يبقى يا اما عايز ماس يا اما عايز فوليوم. find the volume، هو عايز الفوليوم. حلو، بصوا بصوا الماس بتاعتي بكام؟ 0.5 كيلو جرام. بصوا الدنستي جرام، جرام بير كيوبيك سنتيمتر، يعني انا اصلا الفوليوم هجيبه بالكيوبيك سنتيمتر. طب الماس كيلو جرام، الماس الكيلو جرام، يعني انا معناته ان انا ده المفروض الاول هحوله للجرام وبعدين ابتدي احل المسألة. ما ينفعش استخدم ده كيلو جرام ودي عندي جرام، ما ينفعش. انما امتى ينفع؟ لو هو اصلا عايز الدينستي، يبقى انا خلاص اليونت دي انا اللي هبقى بكتبها. طيب حاجة كمان، انا لما باجي احل اي مسألة منساش حاجتين، منساش اللوج بتاعي دوت اكتبه، ومنساش اليونت بتاعتي، حاجتين يضيعوا علينا درجات قد كده، اليونت واللو بتاعي، يبقى اليونت واللو منساهمش. حلو كده، حلو الدينستي. طيب خلي بالنا ان الدينستي فيكسد فوليوم، الدينستي مش بتتغير. لما اقول لك الدينستي بتاعي 1 لتر اوف 1 كيلوغرام اوف وود، 1 لتر اوف وود، 1 كيلوغرام اوف وود، الدنستي بكذا مش هتتغير. لو انا قلت كانت ب1 بقت ب2 الماس بتاعتي، كان ب1 كيلو جرام بقى 2 كيلو جرام، الدنستي بكام؟ الدنستي فيكسد فاليو، الدنستي فيكسد فاليو، الدنستي مش بتتغير. وده سؤال مهم، يبقى الدنستي دايما ثابته، والدنستي بتاعت الووتر ب1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، دنستي اوف ووتر 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. معناته what's mean by، يعني ايه لما اقول ده عايز الدنستي، يبقى هكتب الديفينيشن بتاعته. that means that the mass of 1 cubic centimeter of water is equal 1 جرام. طيب ايه كل ده؟ كل ده problems، كل ده problems، وده example بيورينا ان انا عندي السبستانت لو هي higher density، density بتاعتها عالية، هيحصل لها sink، هيحصل لها ايه؟ sink. انما الحاجة لو lower density هيحصل لها flow. طب
higher و lower ازاي؟ انا عندي الوتر بوان، الوتر اهي بوان، الحاجة اللي هتبقى تحت الدنسي بتاعتها اكبر من وان، الحاجة اللي فوق الدنسي بتاعتها اصغر من الوان. هتقولوا لي ده معناته ان انا مثلا لو غيرت الووتر دي حطيتها اويل بدل ووتر اويل، الدنسيتي دي هتختلف؟ هتختلف. ليه؟ هو الاويل اصلا بيحصل له ايه؟ الاويل بيحصل له فلوت فوق الووتر، يبقى هو اصلا الدنسيتي بتاعته اقل من الوان. يبقى انا في حاجات ممكن تكون هي بتحصل لها فلوت على الووتر وتحصل لها سينك هنا. ليه؟ انا ممكن حاجه كده تحصل لها فلوت هنا وابص الاقيها هنا حصل لها ثينك. زي ايه؟ زي الصوره مثلا اللي عندي ديت. بصوا الجزء اللي في النص ده، الازرق تحتيه والاحمر فوقيه، هو تحت الاحمر وفوق الازرق، معناته ان الدنسيتي بتاعته اقل من الازرق، اقل من الازرق بس اكتر من الاحمر، اكتر من الاحمر. يبقى انا كل ما الدنسي يبقى بالترتيب، الحاجه الدنسي كبيره قوي هتبقى تحت، الاقل فوقيها، الاقل فوقيها، الاقل فوقيها. يبقى انا الدنسي فيكسد فاليو، والدنسي الهاي دنسي بيحصل لها سينك، واللور دنسي بيحصل لها فلوت. هاي ولو على حسب ايه؟ على حسب السبستانت اللي هو موجوده فيه، على حسب السبستانت اللي موجوده فيه. طيب فاضل لنا ايه كده؟ كل ده كان الفيزيكال بروبرتس، فاضل لنا الكيميكال بروبرتس. فاضل لنا الكيميكال بروبرتس. نصحى الكيميكال بروبرتس، هناخد الكيميكال بروبرتس بتاعت الميتال بس، بتاعت الايه؟ الميتال بس. هنعرف الميتال دي لما تعمل لها رياكشن مع الاكسجين، رياكشن مع الاكسجين. يبقى نعرف الميتال لما يحصل لها رياكشن مع الاكسجين، هل هي very active ولا less active ولا inactive. يبقى very less in، very less in. very active في ساعتها اول لما تلاقي اكسجين معدي وشويه ووتر صغننين على طول تعمل تفرقع. شفت الفيديوهات لما مدرس يحط حاجه ويبتدي يفرقع المعمل؟ هو ده كان الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم. يبقى الصوديوم والبوتاسيوم very active، يعني انا لو مسكت حته صوديوم حطيتها في الجو كده على طول هتفرقع. عشان كده زي ما احنا شايفين بيحطوها في كيروزين. في ايه؟ في كيروزين. كيروزين دوت ماده يعني تحس انها عامله زي الشمع شويه، بيحفظوا فيها الصوديوم والبوتاسيوم عشان الاكسجين اللي في الجو اول لما يشم ريحته هيفرقع على طول. هيحصل ايه؟ هيحصل لهم كيميكال اكتيفيتي، كيميكال اكتيفيتي. الليس اكتيف، الليس اكتيف زي الايرون، الومنيوم، كوبر، الحاجات دي بتعمل راست، بتكون راست تراكت مع الاكسجين بس بعد شويه. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي حاجه حديد وسبتها في الجو شويه وهتصدي، بس مش شويه ايه كتار، مش في لحظتها، يبقى هي ايه؟ less active. عشان كده الحاجه دي عشان بيحفظوها بيبتدي ان هم يدهنوها، يبتدي يعملوا لها paint، يبتدي يعملوا لها ايه؟ paint. ال inactive، انا دلوقتي الواحده ممكن لابسه الحلق تستحمى بتغير بيه بتنام بيه، ممكن بتحطه في ودانها وتنساه بالسنين. حد تاني لابس خاتم فضه، لونه بيتغير بس بعد سنين وبترجعه تاني، لونه بيتغير بيتكون عليه حاجه مش اكتر. يعني السيلفر، بلاتينيوم، نيكل، جولد، كرومينيوم، الحاجات دي inactive، inactive، don't react with oxygen، don't react with oxygen. ما لقوا اكسجين قدامهم هم في حته تانية في موال تاني، يبقى هم don't react with oxygen. هم مين؟ سيلفر، بلاتينيوم، نيكل، جولد، كرومينيوم. يبقى احنا كده خلصنا اول لسون. اول لسون اهم حاجه فيه الاكزامبلز اللي فيه، مين هاي مين لو، مين كل واحد هو عباره عن ايه. واهم حاجه البروبلمز بتاعت الدينستي، البروبلم بتاعت الدينستي. لو انا عايز الدينستي ماس ديفايد فوليوم، عايز الماس عشان هي اللي فوق يبقى فوليوم باي دينستي، عايز الفوليوم ماس ديفايد دينستي.
نحل مسائل كتير، وبإذن الله في آخر اليونت هيبقى فيه فيديو تدريب، هنجيب مسائل وهنجيب أسئلة على اليونت كلها وهنبتدي نحلها. بإذن الله يكون لسن سهل وظريف وبسيط علينا. نتمنى ان انتوا تحلوا، ادي نموهت كذا مرة، هنحل الأسئلة هنحل المسائل وهتبعتولنا لو حابين تتأكدوا لو في حاجة مش فاهمينها او في حاجة واقفة معاكم.